كنا قد شرحنا سابقا الإعازات والأوامر الخاصة بلغة ماتلاب، وذكرنا أن هذه الإعازات تختصر الكثير من جمل البرنامج عند كتابة هذا البرنامج بطريقة البرمجة الاعتيادية. الآن سنوضح ببعض الأمثلة فائدة هذه الإعازات في الاختصار وتوفير الوقت. مثال الأول، اكتب برنامج بلغة ماتلاب لحساب مجموع عناصر القطر الرئيسي والعناصر الواقعة فوقه في المصفوفة التالية. نلاحظ هذه المصفوفة تتكون من 16 عنصر موزع على شكل 4 صفوف و 4 أعمدة. البرنامج الخاص بهذا المثال يمكن كتابته بعدة طرق، أي ممكن كتابته بطريقة البرمجة الاعتيادية أو باستخدام الإعازات الخاصة بلغة ماتلاب. بالنسبة إلى طريقة البرمجة الاعتيادية، إحدى الحالات المستخدمة لهذه الطريقة هو الاعتماد على معرفة شروط عناصر القطر الرئيسي والعناصر الواقعة فوقه، وشروط أيضا العناصر الواقعة تحت القطر الرئيسي. هذه الشروط تم شرحها سابقا عند شرح موضوع المصفوفات في لغة فورتران. وللتذكير نفرض لدينا المصفوفة التالية تتكون من 3 صفوف و3 أعمدة. نرمز للصفوف بالحرف I بينما للأعمدة بالحرف J. هذا يمثل القطر الرئيسي، العناصر فوق القطر الرئيسي تمثل A1-2, A1-3, A2-3، بينما هذه تمثل العناصر الواقعة أسفل القطر الرئيسي. بالنسبة للعناصر الواقعة على القطر الرئيسي، شرطها دائما الـ I يساوي J، معناها دائما قيمة الصف تساوي قيمة العمود. إذا لاحظ أول عنصر A11 فيها رقم الصف 1 ورقم العمود أيضا 1، فدائما الصف يساوي العمود. A22 دائما رقم الصف هنا يساوي رقم العمود، لأن اثنيناتهم في الصف الثاني العمود الثاني. أيضا A33 في الصف الثالث هذا العنصر وفي العمود الثالث، فدائما الشرط مالته I يساوي J. بينما العناصر الواقعة فوق القطر الرئيسي دائما الـ I أصغر من الـ J، أي رقم الصف دائما أصغر من رقم العمود، بينما العناصر الواقعة أسفل القطر الرئيسي الـ I أكبر من الـ J. هسه إذا اعتمدنا على هذه الطريقة في كتابة البرنامج الخاص بهذا المثال، بالبداية ندخل المصفوفة. مثل ما نلاحظ دخلنا عناصر الصف الأول فارزة منقوطة، عناصر الصف الثاني وعناصر الصف الثالث والرابع، وتفصل بين عناصر كل صف بفارزة منقوطة. S تساوي 0 بما أنها عملية جمع حساب مجموع عناصر القطر الرئيسي والواقعة فوق القطر الرئيسي، معناها عناصر القطر الرئيسي حاصل جمعها مع عناصر الواقعة فوق القطر الرئيسي. فالقيمة الابتدائية للمجموع تساوي 0. أيضا المصفوفة الموجودة لدينا تتكون من صفوف وأعمدة، في هذه الحالة نحتاج إلى فتح حلقتين، حلقة خارجية وحلقة داخلية. إحدى الحلقتين تمثل الصفوف والثانية تمثل الأعمدة. إذا كانت الحلقة الخارجية للصفوف فيتم اختبار الشروط على الصفوف، أي صف بعد صف. أما إذا كانت الحلقة الخارجية للأعمدة فيتم إجراء الحسابات أو الشروط للأعمدة، أي عمود بعد عمود. هنا بمثالنا جعل الحلقة الخارجية للصفوف 4i من 1 إلى 4، الحلقة الداخلية 4j من 1 إلى 4. الشرط الموجود عندنا، أما من ضمن عناصر القطر الرئيسي أو العناصر الواقعة فوق القطر الرئيسي، فالشرط الموجود if i أصغر أو تساوي j، هذه تمثل شروط عناصر القطر الرئيسي والعناصر الواقعة فوق القطر الرئيسي. أي عنصر ينطبق عليه الشرط فإن قيمة العنصر راح تنضاف للمجموع.
فمثلا بالبداية أخذ البرنامج الـ I يساوي 1، وأيضا الـ J قيمته 1. إف الـ I أصغر أو تساوي الـ J، نعم هنا انطبق الشرط لأن قيمة الـ I تساوي الـ J، فراح يأخذ العنصر أي 1 1 اللي يمثل قيمته 4 راح أضيفه للمجموع. المجموع الأصلي هو 0 زائد 4، راح تتنسب قيمة جديدة للمجموع تساوي 0 زائد 4 يساوي 4. And انتهى الشرط. الاند الأولى للشرط، الاند الثانية للحلقة الداخلية، والاند الثالثة للحلقة الخارجية. بما أنه خلص الشرط راح ينتقل للخطوة اللي بعدها، راح تعيده للحلقة الداخلية. 4J تصبح 2، if الـ I أصغر من الـ J الـ I ثابتة باقية 1، فواحد أصبح هنا أصغر من 2، انطبق الشرط أيضا راح يضيف العنصر الثاني اللي موقع أي 1 2، أي 1 2 هو العنصر اللي قيمته 8، راح يضيفه للمجموع السابق، فأربعة زائد 8. وإند إلى أن تكمل جميع قيم الحلقة الداخلية جي، بعد ذلك ينتقل إلى الحلقة الخارجية. الحلقة الخارجية يغير قيمة الآي تصبح 2، ويرجع إلى الحلقة الداخلية جي يكررها من جديد، يأخذ قيمة الجي يساوي 1، فيجي للشرط الآي أصبحت 2 والجي 1. الآي هنا أكبر من الجي فما انطبق الشرط، فبهذه الحالة ما راح يجي لهذا المجموع، ما راح يضيف لهذا المجموع، فبالتالي راح يرجع قيمة الجي يغيرها تصبح 2. فإف آي أصغر أو تساوي الجي هنا انطبق الشرط راح يضيف القيمة لأنه يمثل أحد عناصر القطر الرئيسي، وهكذا يختبر جميع القيم ويضيف للمجموع فقط القيم اللي ينطبق عليها الشرط. من يخلصها راح يطبع قيمة المجموع المطلوب. هذه بالنسبة إلى طريقة البرمجة الاعتيادية. أما باستخدام الإعازات الخاصة بلغة ماتلاب، فأيضا بالبداية ندخل عناصر المصفوفة، بعد ذلك نستخدم الإعازات فقط. الإعازات المستخدمة هنا هما إعازين. الإعاز الأول تراي يو يحدد العناصر الموجودة بالقطر الرئيسي والعناصر الموجودة فوق القطر الرئيسي، أما العناصر الأخرى فيجعل قيمتها تساوي 0. بعد ذلك وضعنا السم. السم يقوم بإيجاد حاصل جمع العناصر الموجودة في كل عمود، ثم بعد ذلك وضعنا الإعاز سم مرة أخرى الذي يقوم بجمع العناصر المتكونة من المرحلة السابقة. للتوضيح أكثر، بالنسبة لمصفوفتنا إذا نعطيها الإعاز try you يعني up، وبعدين نكتب هنا اسم المصفوفة، راح يخلي فقط العناصر الموجودة بالقطر الرئيسي والعناصر الواقعة فوق القطر الرئيسي، بقية العناصر راح ينطيها القيمة 0. إذا ضفنا له الإعاز سم راح يجمع عناصر كل عمود على حدة، فعناصر العمود الأول 4، عناصر العمود الثاني 15، عناصر العمود الثالث 26، عناصر العمود الرابع 31. تكونت هنا مصفوفة بسيطة، أي مصفوفة أحادية. إذا أنطيناها الإعاز سم مرة أخرى لهذا الإعازات السابقة راح تجمع هذه العناصر، تجمع وتعطي الناتج. إذا تلاحظون نفس الناتج هنا. أيضا ملاحظة أن استخدام الإعازات راح يوفر الكثير من الوقت وأيضا يختصر البرنامج. هنا إذا تلاحظون عدة خطوات، بينما هنا أو هذه الطريقة استخدمنا خطوة واحدة باستخدام إعازين فقط. كذلك هناك ملاحظة مهمة يجب الانتباه لها، أن جميع أوامر ماتلاب تكتب بالحروف الصغيرة أي small letter. فإذا تلاحظون السام والتراي فور إف إند ما يجوز نكتبها بالحجم الكبير،
إذا نكتبها بالحجم الكبير ما راح يأخذ إيعاز، أما يأخذ إيرر أو يعتبره متغير آخر. مثال الثاني، اكتب برنامج بلغة ماتلاب لحساب مجموع عناصر القطر الرئيسي في المصفوفة التالية. إذا تلاحظون نفس المصفوفة اللي استخدمناها سابقا. أيضا منطوق السؤال تقريبا نفسه، لكن هنا يريد فقط مجموع عناصر القطر الرئيسي. فأيضا ممكن كتابة البرنامج بطريقة البرمجة الاعتيادية أو باستخدام الإعازات الخاصة. بطريقة البرمجة الاعتيادية نفس البرنامج السابق ما عدا التعبير الموجود بالشرط. التعبير السابق كنا قد استخدمنا الآي أصغر أو تساوي الجي، لكن بهذا البرنامج يريد فقط مجموع عناصر القطر الرئيسي، فنستخدم فقط الآي يساوي الجي. أيضا راح يطبع لنا، من يخلص الحلقتين راح يطبع لنا الناتج. أما باستخدام الإعازات الخاصة، فهناك إعاز واحد يستخدم لإيجاد مجموع عناصر القطر الرئيسي. هذا الإعاز هو تريس، مجرد أن تكتب له هذا الإعاز وبين قوسين اسم المصفوفة راح ينطيك مجموع عناصر القطر الرئيسي. وأيضا نكرر الملاحظة، يجب كتابة أوامر ماتلاب بالحجم الصغير. أيضا بالنسبة عندنا مثال بعد، مثال الثالث، اكتب برنامج بلغة ماتلاب لحساب مجموع العناصر فوق القطر الرئيسي في المصفوفة التالية. نفس المصفوفة، لكن بهذا المثال يريد فقط مجموع العناصر الواقعة فوق القطر الرئيسي. يعني كأنه المثال الأول جزئناه إلى نصفين، نصف موجود مثال رقم 2 والنصف الثاني موجود مثال رقم 3. بطريقة البرمجة الاعتيادية نفس كتابة البرنامج الموجود بمثال واحد، لكن أيضا التعبير راح نشيل من عنده اليساوي فقط، نخلي الأصغر لكن نشيل اليساوي، لأن الأصغر I أصغر من الجي يدل على عناصر القطر عناصر الواقعة فوق القطر الرئيسي. وبقية أجزاء البرنامج نفسه. أما باستخدام الإعازات الخاصة، نستخدم الإعازات المستخدمة بالمثالين أعلى. المثال الأول كان الناتج مالته مجموع عناصر القطر الرئيسي والعناصر الواقعة فوق القطر الرئيسي، بينما المثال رقم 2 كان مجموع عناصر القطر الرئيسي. فإذا وضعنا بينهما عملية الطرح راح نحصل على مجموع العناصر الواقعة فوق القطر الرئيسي فقط.